بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي حبب إلينا العلم والإيمان. الذي عنده النسخة أنا سأقرأ المقدمة الآن، فالمقدمة عندكم. الحمد لله الذي حبب إلينا العلم والإيمان وزينهما في قلوبنا وكره إلينا الجهل والكفر والفسوق والعصيان ونفر منهما منها قلوبنا، ونسأله تعالى أن يجعلنا دوما من الراشدين. والصلاة والسلام على من أرسله الله إلينا من أنفسنا ليعلمنا الكتاب والحكمة وليزكينا بعد أن كنا في ضلالنا المبين، وجعل عزيزا عليه عنتنا، رؤوفا رحيما بنا، عزيزا غاليا علينا، ويعز علينا شقاقه ومخالفته. ورضي الله تعالى عن آله الطيبين الأطهار وأصحابه الميامين الأخيار وأتباعهم الفضلاء الأبرار في مختلف العصور والأمصار وبعد، فإن من نعم الله تعالى علي التي لا تحصى ولا تنتهي أن حبب إلي منذ نعومة أظفاري في طور الطفولة والتكوين صور أهل العلم والإيمان من أئمة المساجد وعلماء الدين، وبغض إلي صور أهل الفسق والفجور والعصيان من الكفرة والمشركين، وحبب إلي الكتاب والقلم والقرطاس، فكنت أنظر للكتاب حلية ثمينة في يد حامله من الناس، وإلى القلم في يد ممتشقه سلاحا نبيلا وامتراسا، وإلى القرطاس في يد صاحبه زينة وجميلة ونبراسا. ويسر الله تعالى لي من معلمي الأفاضل من حببني في الكتاب والقراءة أكثر مما حببهما إليه، وعلمني عن قصد أو عن غير قصد منهجا لعلي استفدته منه أكثر مما استفاده هو من نفسه، فجزاه الله على ذلك خير الجزاء، وجعل ما نفعني الله به أو نفع الله به غيري في صحيفة حسناته وميزان أعماله، ورفع به درجاته ومن العلوم ورفع به درجاته ومن العلوم والكتب التي حببها الله إلي في بداية الطلب علم الحديث، علم الحديث والآثار وكتبهما. وكان السبب الرئيس في ذلك كتب شيخنا الإمام الهمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني عليه من الله الرحمة والرضوان، فصرت أسمع في تسجيلاته ومجالسه أسماء الكثير من كتب الحديث والأثر، وأقرأ في كتبه ورسائله ومصنفاته أسماء تلك الكتب من الصحاح والسنن والمصنفات، والمصنفات والمسانيد والدواوين والمعاجم والأجزاء والرسائل، فولد كل ذلك بيني وبينه ألفة ومحبة، وصرت أبحث عنها لأشتريها وأقتنيها أو أستعيرها، وأطيل التمعن في سطورها وأعشق النظر فيها وفي أسماء الرجال في أسانيدها وفي ألفاظ التحمل والأداء وأدواتها في نقل حروف حكمة المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وكلماتها، فعلمت وفهمت أن هؤلاء الرجال الذين اختصهم الله بحمل علم الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونقله ممن سبقهم إلى من لحقهم ليسوا كسائر الرجال، وأن لهم من الخصائص والمزايا والسمات ما تحدو الإنسان المسلم وتحمله على التأسي بهم واقتفاء سبيلهم وأثرهم والاقتداء بنهجهم وهديهم وسمتهم. ثم عرفت وعلمت بعد حين ومن شهادة نبيهم لهم أنهم عدول الأمة ينفون عنها وعن تراثها تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وأنهم في الدنيا والآخرة أهل نضرة في وجوههم وفقه في قلوبهم دعا لهم بهما نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. فأحببتهم وأحببت أن أكون منهم، فاستشرت بعضهم عن السبيل إلى ذلك، فأخبرني أن لله أهلين من الناس هم أهل القرآن أهل الله وخاصته،
فعليك بالقرآن فاجهد واجتهد في جمعه وتحصيله، يسر الله لك الحديث بعد ذلك ويلينه لك. فاستجبت لنصيحته وأقبلت على كتاب الله فحرصت على جمعه في صدري ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكنت أثناء ذلك كله أنعم وأمعن النظر في كتب الحديث الشريف التي علمت بعد حين أن رجال إسنادها وحملته من الأهمية الشرعية والمنزلة العلمية بمكان، فحرصت كثيرا على التعرف عليهم ومعرفتهم قديمهم وميتهم من الكتاب، وحيهم وحاضرهم بالتقرب والصبر عليه والاحتساب. وبدأت حريصا بجمع الإجازات والأسانيد والقراءة على الشيوخ والسماع منهم وممن يقرأ عليهم بحضرتهم، حتى حصلت من ذلك شيئا طيبا أسأل الله أن يبارك لي فيه. ثم رأيت كثيرا من أهل العلم بهذا الفن العظيم والعلم الشريف المكين قد جمعوا كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآثار أصحابه وتابعيهم في أجزاء ورسائل صغيرة، ليتسنى لطلاب العلم بعد فتور الهمم وتقارب الوقت والزمن وكثرة الافتراق والحروب والهرج والفتن أن يسمعوها من الشيخ أو يقرأوها عليه ليجيزهم بها إجازة عامة لبعض كتب الحديث التي سمعها أو قرأها على بعض مشايخه أو كلهم. وجدته مستدل على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر رضي الله تعالى عنه ووافدهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والذي لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سوى حديث واحد أجازه به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبسائر شريعته ورسالته، وقبله منه قومه وقبلوا إجازته. وكنت قد شرعت في جمع بعض الأحاديث من أوائل بعض كتب الحديث لأقرأها على مشايخ الأفاضل الذين كنت أستجيزهم، وليقرأها علي بعض الذين كانوا يطلبون الإجازة مني. وكنت قد جمعت أماتي بعض كتب الحديث التي تحت يدي ليقرأ القارئ من الكتاب مباشرة حين علمت من بعض أهل العلم مشافهة وقراءة بأن هناك كتباً ورسائل وأجزاء مخصصة بمثل هذه الأوائل، فعملت على تحصيلها والنظر فيها لقراءتها وسماعها من المشايخ الذين أخذت أبحث عنهم، ووجدت أن مناهجهم فيها مختلفة غير واضحة، فأخذت بجميع بعض هذه الأوائل من المطبوعات مضيفاً إليها الأواخر لحصر تلك الكتب بين الأوائل والآخر، ورتبتها حسب وفيات مصنفيها. وقد قرأها علي في مكة المكرمة زادها الله تشريفاً وتكريماً عشرات الإخوة من مختلف البلدان، حيث جمعتها هناك أثناء رحلة عمرة مباركة بعدة سماعات وقراءات على شيوخها وإجازات منهم، وأسميتها الأوائل والأواخر المكية لأمات الكتب الأثرية. يقال لغير العاقل أمات، ويقال للعاقل أمهات، فأمهات الأولاد وأمات الدكاكين وأمات الطرقات. وأسميتها الأوائل والأواخر المكية لأمات الكتب الأثرية تيمناً بمكة المكرمة مهبط الوحي. وقد كثرت الكتب المسندة التي جمعت أوائلها وأواخرها من خلال إجازاتي وقراءاتي وسماعاتي، فانتخبت منها 60 كتاباً، وبلغ عدد الأحاديث 74 و100 حديث من مختلف الكتب وفي مختلف المواضيع والفنون الحديثية الأثرية، وبتنوع الأسانيد علواً ونزولاً والأعصار والأمصار. وقد جعلت أصل الكتاب رواية حديثية وهو هذا الذي بين يديك، وجعلت له حواشي عديدة في الدراية نقلت فيها أحكام العلماء على الأحاديث وخاصة أحكام شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أو بذلت وسعي للحكم على ما لم أقف له على ما لم أقف لهم فيه على حكم بحسب أصول الصنعة الحديثية، وذكرت بعض أسانيدي إلى هذه الكتب وخرجته على الأمات قبله أو بعده، وألحقته برسالة في الأوائل قدمتها عليه تكاد تكون العمدة في هذا الفن في القرون المتأخرة، تطبع لأول مرة في أغلب ظني، وحققتها على 5 صور لمخطوطات، ثم صارت بعد ذلك 8 صور، ألا وهي رسالة أوائل الكتب الستة وغيرها أو الأوائل البصرية لشيخ المحدثين بالحرمين الشريفين عبد الله بن سالم البصري المولود 49 و1000 والمتوفى رحمه الله تعالى 34 و100 و1000،
والتي تكاد تجمع أسانيد أهم كتب الحديث نحو من 29 كتابة، ويصل بها أسانيد من سبقه بمن لحقه، مستفيدا من الأوائل السنبلية والأوائل العجلونية، سائلا الله تعالى أن ينفع بها كلا من جامعها وقارئها ومجيزها ومستجيزها وطابعها وكل من أسهم فيها بسهم أو نصيب، وأن يثقل بها موازيني وموازين أشياخي ووالدي وأزواجي وذريتي وأحبابي ومحبي. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الاثنين أول رمضان سنة 32401. وهذا الجدول الذي بين أيديكم فيه 60 كتابا، أو في آخره 60، هذا المد النبوي ليس كتابا إنما هو يعني حديث متعلق بالمد، ستسمعونه آخر ما تسمعون. وأول ما نبدأ به بعد الحمد والصلاة والسلام على رسوله الكريم مرة أخرى حديث الرحمة المسلسل بالأولية بأسانيدنا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تفضل اقرأ كمل. قلت أخونا الشيخ إسماعيل، إسماعيل الشيخ قاسم. إسماعيل جمعة قاسم إن شاء الله سيتولى قراءة باقي الكتاب إلا حديث المحبة الأخير الذي سأقرأه أنا لأجيزكم به وأسمعكم أيضا محبتي وأسمعكم إياها ابتداء، فأنا أحبكم في الله تبارك وتعالى، وسيكون آخر حديثنا نختم به إن شاء الله، فكتابي بين الرحمة في أوله والمحبة في آخره. تفضل. أنا لا أحتاج السماعة الآن، لا أحتاج المايك، هو سيقرأ، أنا ربما بس أنبه فقط. أنقل هذا هنا. قلت قال قلت قال الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي ابن ماهن الفارسي الكوفي المولود سنة 80 من الهجرة والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 50 و100 من الهجرة، في أول حديث من مسنده بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبك الشيء يعمي ويسم. ثم أورده من طريق آخر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال في أول حديث له في المطبوع: حججت مع أبي سنة 96 ولي 16 سنة، فإذا أنا بشيخ قد اجتمع عليه الناس، فقلت لأبي: يا أبه، من هذا الشيخ؟ قال: هذا رجل قد صحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقال له عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي. فقلت: فأي شيء عنده؟ قال: أحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقلت له: قدمني إليه حتى أسمع منه. فتقدم بين يدي فجعل يفوح الناس حتى دنا منه، فسمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفقه في دين الله كفاه الله عز وجل ورزقه من حيث لا يحتسب. وروى في آخر أثر من مسنده المطبوع عن حماد هو ابن أبي سليمان الكوفي عن إبراهيم هو ابن يزيد النخعي الكوفي أنه قال: الأم عصبة من لا عصبة له، إذا ترك ابن الملاعنة أمه كان المال لها، فإذا لم يترك أما نظر إلى من كان يرث أمه فهو يرثه. طبعا حتى الآن الأحاديث الثلاثة هذه التي ذكرها من مسند أبي حنيفة أحاديث ضعيفة. نعم تفضل. وفي آخر حديث مسند أبي حنيفة المطبوع لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني عن أبي حنيفة عن رجل عن عامر الشعبي
عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصيب من وجوهنا وهو صائم. وهذا الحديث أيضا ضعيف. هذه أربعة أحاديث في مسند أبي حنيفة، أحاديث ضعيفة. نعم. وقال الإمام محمد بن إسحاق ابن يسار المدني المولود سنة 85 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 50 و100 في سيرته المشهورة بأسانيدنا إليه. طبعا لأنه أصغر من أبي حنيفة بخمس سنوات، أبو حنيفة 80 إلى 150، هذا من 85 إلى 150 جاء بعده في الترتيب، رتبتهم على طبقات من حيث الولادة والوفاة. في الأصل من حيث الوفاة، فإذا تساووا في الوفاة ننظر إلى الولادة كما فعلت بالطيالسي والشافعي كما سيأتي إن شاء الله. تفضل. كتاب سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسم عبد المطلب شيبة ابن هاشم، واسم هاشم عمرو بن عبد مناف، واسم عبد مناف المغيرة ابن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن النضر ابن كنانة ابن الخزي ابن خزيمة ابن مدركة ابن مدركة، واسم مدركة عامر ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن مقوم ابن ناحور ابن تارح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ابن تارح وهو في التوراة آزر ابن ناحور ابن أرعوى أو راعوى، يعني بين المعقوفتين أو بين معقوفتين، لا يعني ما بين المعقوفتين أو تقول نعم ابن ناحور ابن أرعوى أو راعوى ابن شارخ أو صاروحة. طبعا لأن هذا الاسم هذا النسب النبوي الشريف في بعض الكتب في كتاب محمد بن يسار هكذا، وفي بعض الكتب الأخرى التي فيها نسب النبي صلى الله عليه وسلم بدل راعوة أرعوى راعوة، أو بدل شارخ ساروح، فالذي ليس من كتاب السيرة وضعناه بين معقوفتين. عرفتم؟ أكمل. ابن فالخة ابن غابر أو عيرة ابن شالخة ابن أرفخشذة أو أرفخشذة ابن سام ابن نوح ابن لمك ابن متوشلخ ابن متوشلخ ابن أخنوخ ابن وهو إدريس النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون والله أعلم. وكان أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم ابن بردة أو يردة ابن مهلائيل أو مهليل ابن قمعان أو قيّن ابن قوشة أو أنوشا ابن شيث ابن آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم. وقلت وقال في آخر أثر من سيرته بأسانيدنا إليه: ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتد العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليل الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم حتى جمعهم الله على أبي بكر. وهذا الأثر ضعيف. نعم.
لانقطاعه، فهو بلاغ من بلاغات محمد بن إسحاق بن يسار. نعم. قلت: وقال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني إمام دار الهجرة، المولود سنة 93، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 79، برواية يحيى بن يحيى الليثي، المولود سنة 52، سنة 52، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 34، في أول كتاب وقوت الصلاة، وفي أول باب وقوت الصلاة، وفي أول حديث كتابه الموطأ بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن ابن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وقال في آخر حديث المطبوع عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر بي الكفر يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. وقال الإمام مالك بن أنس في أول كتابه الموطأ بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية برواية وغيرها وروني كلمة وغيرها ولا ما عندك وغيرها؟ ما عندك. طيب ماشي يلا. برواية محمد بن الحسن الشيباني، المولود سنة 31، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 89، وفي أول كتاب الصلاة، وفي أول باب وقوت الصلاة، وفي أول حديث فيه عن يزيد بن زياد مولى بني هاشم عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي هريرة أنه سأله عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عيناك، وصل الصبح بغلس. وقال في آخر حديث من المطبوع: حدثنا عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط
قال: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى على قيراط قيراط. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى المغرب إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين. قال: فغضب اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإنه فضلي أعطيه من شئت. وقلت: وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي المولود سنة 18 و100، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 81 و100، في أول حديث من المسند بأسانيدنا إليه عن معمر بن راشد عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من ماء وضوئه، قد علق عليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثا، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعاره تقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث الليالي وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبينك وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك ثلاث مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت الثلاث المرات، فأردت أن آوي إليك فأنظر ما عملت فأقتدي بك، فلم أر عملت كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسده على شيء أعطاه الله إياه. فقال له عبد الله بن عمرو: هذا الذي بلغت بك وهي التي لا نطيق. نعم، هذا الحديث صححه بعض أهل العلم وضعفه بعضهم، وهو الحقيقة بهذا الإسناد الذي في مسند عبد الله بن مبارك ضعيف لانقطاعه بين الزهري وأنس. نعم، تفضل. وقلت: وقال في آخر حديث من مسنده المطبوع أنبأنا الأوزاعي قال: هذه أخبرنا، أخبرنا الزهري قال: أخبرنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من وال ولا أمير إلا له بطانتان،
بطانة تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة تألوه خبالا لا تألوه خبالا، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو الذي يغلب وهو للذي يغلب منهما. وقلت وقال في أول حديث من كتاب الزهد بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في حديث القيام بالقرآن وفضل شريح الحضرمي، قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرنا السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنهما أن شريحا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ذاك رجل لا يتوسد القرآن. وقال في وقلت وقال في أول حديث له من المطبوع أخبرنا عبد الله بن سعيد ابن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. وقال في آخر أثر من الزهد المطبوع برقم 27 بلاش تقرأ الأرقام. وقال قال أخبر قراءة الرقم نعم. قال أخبرنا جعفر بن حيان عن الحسن يعني البصري قال إن الرجل ليعطى كتابه حتى يرجع أن يصيب منه خيرا، فلا يزال يقوم أهل المظالم حتى لا يبقى له حسنة يعطى بها خيرا. وقلت وقال في أول حديث من كتاب الرقائق المطبوع من الزهد مع الزهد أخبرنا معمر قال لقي الحسن رجل يريد المسجد لصلاة العشاء في ليلة مظلمة أظنها ذات رداغ، فقال أفي مثل هذه الليلة يا أبا سعيد؟ فقال الحسن هو التشديد أو الهلكة. وقال في آخر أثر من كتاب الرقائق المطبوع مع الزهد برقم كذا أنا المسعودي أخبرنا المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال تسارعوا إلى الجمعة فإن الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنة في كل يوم الجمعة في كل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. وقلت وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن حسن الشيباني مولاهم الكوفي المولود سنة 32 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 89 و100 في أول أثر في كتابه الآثار بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه توضأ فغسل يديه مثنى مثنى وتمضمض مثنى واستنشق مثنى وغسل وجهه مثنى وغسل ذراعيه مثنى مقبلا ومدبرا ومسح رأسه مثنى وغسل رجليه مثنى. وقال في آخر حديث من كتاب الآثار المطبوع برقم كذا أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا علقمة بن مرثد عن ابن بريدة الأسلمي عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نهيناكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه وعن لحم الأضاحي أن امسكوه فوق 3 أيام فامسكوه ما بدا لكم وتزودوا، فإنا إنما نهيناكم ليتسع أو ليوسع موسعكم على فقيركم، وعن النبيذ في الدباء والحنتم والمزفة فانتبذوا في كل ظرف، فإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه ولا تشرب المسكر. طبعا الأحاديث التي في إسنادها أبي حنيفة رحمه الله تعالى
أحاديث ضعيفة لضعف أبي حنيفة، وإن كانت تصح من طرق أخرى. نعم. وقال الإمام أبو داود سليمان بن داود الطياليسي البصري، البصري المولود سنة 32، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 400، في أول حديث من كتابه المسند بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها، حدثنا شعبة قال أخبرنا عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا ينفعني الله عز وجل بما شاء ينفعني. قال علي وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له، ثم تلا هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية، والآية الأخرى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية. طبعا هذا حديث صحيح. نعم. وقال في آخر حديث من كتابه المسند المطبوع برقم كذا حدثنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن الحسن العراني عن ابن عباس قال قدمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس. نعم. تصغير بنية يعني. بنية. نعم. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المولود سنة 50، والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 400، بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في مسنده، والذي يسميه البعض فقهه، من رواية الربيع بن سليمان المرادي بجمع أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم في كتاب الطهارة. أخبرنا مالك بن أنس عن سفيان بن سليم عن سعيد بن سلمة رجل من آل ابن أزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقلت وقال في أول حديث من كتابه المسند المطبوع بترتيب السند أخبرنا مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء عربي من نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر رمضان فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه شيئا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح إن صدق. وقال في آخر أثر المسند المطبوع بترتيب السندي برقم كذا: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعوج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: جاء الطفيل بن عامر الدوسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن دوسا قد عصت وأبت، فادعوا الله عليها. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وآله القبلة ورفع يديه فقال: الناس، هلكت دوس. فقال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. وقال في آخر حديث برقم كذا من مطبوع دار الكتب العلمية: أخبرنا ابن عيينة عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله أنه لبى على الصفا في عمرة بعدما طاف بالبيت. وقال الإمام الشافعي: طبعاً هذا الحديث صحيح الإسناد ورجاله رجال الصحيح. نعم، تفضل. وقال الإمام الشافعي رحمه الله بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها في أول حديث له في كتاب السنن المأثورة برواية إسماعيل بن يحيى المزني قال: حدثنا سفيان عن الزهري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا أيضا يحمل على المغرب، لأن صلاة المغرب يقال لها صلاة العشي. نعم، حديث صحيح. نعم، تفضل. وقلت وقال في أول حديث وقلت وقال وظلك ماشي. وقال في أول حديث من المطبوع باسم السنن المأثورة: حدثنا محمد بن إسماعيل يعني أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري قال: حسبنا يوم الخندق، حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي هوي بفتح فكسر من الليل حتى كفينا، وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلاها فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها أيضا. قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. وقال وهو حديث صحيح. نعم. وقال في آخر حديث من المطبوع برقم كذا: أخبرنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. فلما ولى الرجل ناداه أو أمر به فنودي فقال: كيف قلت؟ فعاد عليه القول فقال: نعم، إلا الدين كذا إلا الدين كذلك. قال جبريل عليه السلام. وهو حديث صحيح، رواه مسلم أيضا. نعم. وقال الإمام الحافظ أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المولود سنة 26 و100 والمتوفى رحمه الله تعالى سنة 11 و200 وفي أول أثر من مصنف أثر من مصنفه المطبوع بأسانيدنا إليه من طريق السنبلية وغيرها عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن غمست يدي في كضامة غمسا؟ قال: حسبك. والرجل كذلك ولكن أنقها. الكضامة اللي هي حوض الماء، هو لا يريد أن يتوضأ يغسل يده هكذا، يريد أن يغمس يده فقط ويغرسها. قال: حسبك، ينفع يصح،
قال والرجل كذلك تغمسها ولكن أنقها يعني نظفها. نعم تفضل. وقال في آخر، وهذا حديث صحيح الإسناد إلى عطاء. نعم. وقال في في آخر أثر من كتابه المصنف كما في السنبلية والمطبوع برقم كذا، أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس قال كان شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنصاف أذنيه. نعم. وهذا حديث أيضا حديث صحيح. نعم. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي المتوفى رحمه الله تعالى سنة تسع عشرة ومائتين في أول حديث من مسنده في مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه تعالى عنه بأسانيدنا إليه، قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد قال حدثنا مسعر ابن كدام عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيع الوالبي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول